طابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية معكم فيها شهاب رأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تأهيل مدراء ضواحي في الإقليم الجنوبي. سيمينارات قانونية في سجنيتي وعبد الريح. اجتماع تعليمي في دبي. الرئيس الافغاني يقدم عرضا لطالبان من اجل محادثات السلام. تركيا تتعهد بتعاقب زعيم الكرد السوري صالح مسلم. وقتل في هجوم للمتمردين في كولومبيا. مرحبا بكم. تلقى مدراء الضواحي وأعضاء المكاتب الحكومية من 12 مديرية بالإقليم الجنوبي دورة تدريبية لمساعدتهم في عملهم. وهدفت الدورة التأهيلية المنظمة لعشرة أيام بتنسيق إدارة الإقليم الجنوبي ومنسقية الجبهة الوسطى هدفت لتطوير العمل الفعال الناجز وركزت على تنفيذ مرسوم الأراضي والاستخدام الجيد للموارد الطبيعية وتنفيذ مرسوم الضريبة الحكومية. وتناولت الدورة التأهيلية الإدارية القضايا التي يرفعها المواطنون باستمرار في الإدارات ولوائح حق استخدام الأراضي الزراعية وحل الخلافات ومراقبة إدارة موارد المياه وإجراء انتخابات الإدارات وشرحا تعريفيا بمهام مكاتب الوزارات والاتحادات الوطنية والجبهة. وأوضح المشاركون في الدورة أنها تنمي قدراتهم وتعمل لتحسين الخدمات التي يقدمونها. ويطن الإقليم الجنوبي حوالي 800 ألف نسمة في 8 مدن و10 بلدات و1014 قرية. تلقى المعلمون الجدد بلغة الأم في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تأهيلية للدفع بالعملية التعليمية. واشتملت الدورة على أسلوب التعليم وإدارة الوقت ورعاية الطلاب وسجل نتائج الطلاب لتدعيم الدراسة التي تلقوها مسبقا. وقال مسؤول مكتب التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ إدريس علي إن التدريس أساس جميع المهن الأخرى داعيا المعلمين لبذل الجهد لتوجيه الطلاب وتطوير قدراتهم الذاتية. في غضون ذلك عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية عصب سيمينارات توعوية بالقانون لأكثر من 400 من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. وأوضح مسؤول مكتب الادعاء العام في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد إبراهيم عقاس أن القانون يعمل به لخلق التفاهم والاحترام المتبادل وقدم شرحا حول القانونين الجنائي والمدني كما دعا الطلاب لتجنب ارتكاب الجرائم والمخالفات سواء بمعرفة أو غير معرفة. عقدت الشرطة في مدينتي سجنيتي وعبد القيح سيمينارات موسعة من أجل رفع الوعي حول القانون وتقليص الجرائم وحوادث المرور. وفي السيمينارات التي عقدها مسؤول التحقيق الجنائي في الإقليم الجنوبي الرائد والدوز وردي يومي 22 و23 من شهر فبراير الجاري شرح رسالة القانون ومهام الشرطة في مكافحة الجرائم ودور الشعب في أنشطة الشرطة. وبعد تقديم الرائد والدو تقرير عام 2017 دعا الشعب إلى التقيد بالقانون في نشاطه اليومي وتوقي الحذر. من جانبهم ذكر المشاركون أن السيمينارات رفعت مستوى الوعي لديهم مطالبون من الشرطة الاستجابة الفورية للمعلومات المقدمة إليها من الشعب. وفي إطار ذلك عقد سيمينارات مماثلة في مديرية السجنيتي لأكثر من 4000 طالب من المرحلة الثانوية في المديرية ومدرسة أبحى المتوسطة. عقد اجتماع في دبروة ليومين بهدف التعرف على مصاعب العملية التعليمية وإيجاد الحلول لها. وأشار الاجتماع إلى عدم توازن المشاركة الطلابية في التعليم رغم فتح المدارس في جميع الضواحي والذي يستدعي المعلمين التعرف على المصاعب الأساسية. ودعا مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ رؤسوم قبرهوات لتعزيز دور المعلمين وأولياء الأمور لتفوق الطلاب ومتابعة الأوضاع الصحية للطلاب وتوفير الكتب الدراسية ودعم رياض الأطفال.
وبعد أن ذكر بأن العمل جاري لإدخال المكتبة الرقمية في ثلاث مدارس متوسطة وثانويات عدي فلسطي وأحجعة ودواروة لتطوير ثقافة القراءة، أشار إلى توسيعها لاحقا في المدارس الأخرى. وحث مدير مديرية دواروة السيد فري وانجيل تخلى هيمانوت أولياء الأمور والمعلمين لتنفيذ واجبهم المسؤول لرفع مشاركة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وتوجد في مديرية دواروة 24 مدرسة ابتدائية و10 متوسطة و3 ثانوية تستقبل حوالي 23,000 طالب. أكد شباب فورو وقلعلو على العمل لتقوية تنظيمهم من أجل الدفاع ببرامج التنمية وخاصة بإنجاح البنية التحتية الزراعية في منطقتهم. جاء ذلك في السمينار الذي عقده مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر الشاب إدريس عثمان حول الأوضاع الراهنة في البلاد ودور الشباب الوعي. وقال الشاب إدريس عثمان إن تاريخ إريتريا هو تاريخ الأجيال، مذكرا بأن الدور الذي يلعبه الشباب بمعرفتهم وخبرتهم في جميع النواحي يضع أسس جيدة للأجيال القادمة. وبحث السيمينار عملية التنسيق بين الشباب والاتحاد لتنفيذ البرامج الموضوعة لمنطقتهم، موصيا لتجهيز المراكز الشبابية وتنظيم زيارات للمواقع التنموية. مشاهدينا فاصل ثم الأخبار العالمية. عالميا، عرض الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني الاعتراف بحركة طالبان كجماعة سياسية شرعية في إطار عملية سياسية مقترحة قد تفضي إلى محادثات سلام بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 16 عاما. وخلال اجتماع للدول المشاركة فيما يعرف باسم عملية كابول بهدف بناء منصة لمحادثات السلام، اقترح عبد الغني وقف إطلاق النار والإفراج عن سجناء، وقال إنه سيكون مستعدا لقبول مراجعة الدستور في إطار اتفاق مع طالبان. وذكرت شبكة ABC الأمريكية أن غاني أكد أن حكومته ستوفر تسهيلات لعناصر طالبان التي ستشارك في عملية السلام، مشيرا إلى أنه سيتم وضع وجهة نظر طالبان في الاعتبار خلال محادثات السلام. كما حث غاني على إجراء محادثات بين الحكومتين الأفغانية والباكستانية، وذلك خلال كلمة ألقاها في الجولة الثانية من مؤتمر إقليمي للسلام منعقد بكابول وحضره ممثلون من أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية. يشار إلى أن الجولة الأولى من المؤتمر الإقليمي للسلام عقدت في شهر يونيو الماضي. قال وزير الخارجية التركي مولود قاويش أوغلو إن بلاده ستتعقب صالح مسلم الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري أينما ذهب بعد أن أطلقت محكمة تشيكية سراحه. وأثار إطلاق سراح مسلم غضب أنقرة وقالت إن الإفراج عنه يمثل دعما للإرهاب. وقالت تركيا إنها طلبت رسميا ترحيل أحد قادة الأكراد السوريين. وقال مسلم الذي تعهد للمحكمة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي حتى تتخذ الإجراءات اللازمة، قال إنه لم يقرر أين سيذهب لاحقا. وأضاف أن لديه تصريح بالإقامة في فنلندا عضو الاتحاد الأوروبي. وأعرب عشرات الأكراد الذين توجهوا إلى مقر المحكمة في براغا قبل النطق بالحكم عن سعادتهم لإطلاق سراحه. أعلن الجيش في كولومبيا مقتل 5 جنود وإصابة 10 آخرين جراء هجوم نفذه متمردون يساريون بالمنطقة المضطربة قرب الحدود الشرقية للبلاد مع فنزويلا. وأوضح الجيش أنه تم تفجير قنبلة محلية الصنع أثناء مرور شاحنة مليئة بالجنود قرب قرية تيبو في وقت مبكر من الصباح. وذكرت شبكة إخبارية أن الجيش ألقى بلائمة على حركة جيش التحرير الوطني. مستخدما مواد روبوت أولية، تمكن طالب مصري من ابتكار نموذج أولي لهيكل خارجي روبوتي يقول إنه سوف يساعد ذات يوم ذوي الإعاقة على المشي. ويعمل الهيكل الجديد على ترجمة إشارات دماغ الشخص الذي يضعه إلى حركات للأطراف المصابة من خلال استخدام أجهزة استشعار معينة للدماغ. ويرى الطالب الذي يدعى منصور حمادة أن جهازه قد يكون من بين أوائل هذه النوعية من الأجهزة في مصر. ويوضح حمادة أنه صمم هذا الجهاز لمساعدة المعاقين بمن فيهم من يعانون من شلل نصفي أو رباعي،
وكلاهما من الإصابات التي تؤثر على الحبل الشوكي، موضحا أن الهدف الأساسي منه هو مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.